ليه الفوازير كانت أوحش أيام حياتك؟ يا خبر، لأني ولا ممثلة ولا مغنية ولا راقصة، فكان يعني نايتمير بالنسبة لي. فبوس. طب قبلتي ليه؟ معرفش، كان عندي كام بيبي، معرفش. قبلت عشان أنا بحب أقبل حاجات غريبة، قبلت وقلت يلا، بس ما تخيلتش إن أنا مضطرة أسجل 30 أغنية، وكل أغنية فيهم فهمت بقى بعد ما كبرت إن كل أغنية محدش عارف تون صوتي إيه، فأنا تقريبا بغني الكورال، فأغنية غني كده، أغنية غني كده، أنا مش عارفة أغني، محدش بيساعدني ومحدش عنده وقت إن هو يغير حاجة، فهي الأغنية بتتعمل علشان مدحت صالح لأن هم عارفينه، أنا بقى أغني الباقي وخلاص زي ما تطلع. أسوأ لحظة مرت عليكي كممثلة وشكيتي بقى في قدرتك، هل أنا ممثلة شاطرة؟ لا، ممثلة مش شاطرة. الفوازير؟ لا، دلوقتي في تمثيل. لا دلوقتي الفترة الأخيرة. لا ما عنديش فترات، بالعكس أنا بنبسط في كل عمل أنا بعمله بحب، بجد بحب، يعني مش بروح بس عشان لازم أروح التصوير، لا أنا مبسوطة، أنا عاوزة أنجز حاجة، عاوزة أحب الشخصية، عاوزة أديها كل حاجة، لا ما حصلت ليش موقف. طبعاً بيحصل مواقف في التصوير بتبقي عاوزة تموتي كل الناس، بس لا، بس مستمتعة في فترة التمثيل جداً. بما أنك اتكلمتي في قصة الإعلانات أن هي كانت أسعد أيام حياتك، والفوازير ما كانتش حلوة بالنسبة لك خالص، لكن التمثيل لقيتي نفسك فيه؟ لقيت نفسي فيه، وخصوصاً في المرحلة دي لما كله بيشيد بشيرين رضا وبأدائها وبنضجها في التمثيل. أنا مستغربة جداً. مستغربة؟ لأني مش يعني زي ما قلت لك أنا ما عنديش إيجو، أنا مش بعمل ده عشان مستنية حد يقول لي. أنا مرة كنت عند بابي في البيت وكان في حد عاوز يعمل عليه فيلم تسجيلي، فبيكلمني انا وبيكلم عليا بيقول لي لما كسبتي جائزه احسن ممثله؟ قلت له انا ما كسبتش جائزه احسن ممثله. قال لي لا كسبت. قلت له لا ما كسبتش، انا نسيت. فهمتي قصدي؟ انا مش قاعده بقى حاسه ان انا عارفه، لا خالص، انا فعشان انا بشتغل بالحب وبالتركيز ده. مستغربة إنه في ناس برضو ملاحظة مبسوطة، مش حاسباها؟ لا خالص، تيجي زي ما تيجي. تيجي زي ما تيجي.